مرحبا بكم إلى المنصة. تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ومعه تراجعت أسعار الكثير من السلع والخدمات باستثناء الجامعات الخاصة التي لم تنخفض رسومها حتى الآن، والتي ارتفعت إلى مستويات قياسية جراء تراجع الريال اليمني خلال الفترة القريبة الماضية. هكذا أصبحت الجامعات كالدكاكين تتعامل مع العلم كسلعة والطلاب كمستهلكين في دولة لم يعد فيها أي شيء بالمجان، حتى التعليم الذي كان جعله متاحاً للجميع من أبرز أهداف الجمهورية. منظومة تعليمية لا يتماشى مستواها مع متطلبات العصر، وبأسعار خيالية تفوق رسوم الجامعات عالية التصنيف في الدول الأخرى في ظل مستوى دخل يكاد يكون منقطعاً، فينشغل الطالب بالسعي وراء جمع المال عن اهتمامه بالتحصيل العلمي. عن كيف أصبح التعليم في اليمن لمن استطاع إليه سبيلا رغم خروجه من قائمة التصنيف العالمي جراء الأوضاع القائمة والمتفاقمة منذ 6 سنوات، عن هذا سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع. لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم، نتابع هذه التصريحات التي جمعها مراسلونا. يعني الآن احنا الدولار نقص، والآن الجامعات رفعنا الدولار، يعني الطالب، يعني الأسرة تعاني من شان الطالب يدرس بالجامعة هذه من عادة الدولار ب150، أما الآن الدولار ارتفع ل400، يعني الدولار الآن انخفض بالجامعة ارتفع ل400، عادة كان ب300 ارتفع ل400، يعني الآن الوضع، يعني بسبب وضع البلاد السيء، يعني بعض الطلاب خلاص بيوقفوا الدراسة بسبب إنه ما فيش دخل لهم، دخلهم يعني على الأسرة، كل واحد راكن على الأسرة حقه. ما تمارسه الجامعات الخاصة في داخل تعز، هذه مشكلة كبيرة شكلت على الشباب اليمني، حيث إنه لا يستطيع أن يدخل الجامعات بسبب ارتفاع رسوم الدولار، بحيث أنها تقارن سعر الدولار بسعر السوق، رغم أن الطالب ليس له دخل إلا دخل محدود جدا. فأغلب الطلاب يعني عندما يرتفع سعر الصرف يضطروا إنهم يخرجون من الدراسة ولا يدرسوا مرة ثانية، ولذلك يشكل عجز كبير وبطالة للشباب اليمني بسبب هذه الجامعات، الممارسة الجامعات الشنعاء على الطلاب، حيث إنه أغلب الطلاب ما يستطيعون يوفروا سعر الصرف القديم، ما بالك الآن عندما يرتفع سعر الصرف أضعاف هذا السعر القديم. سعر الدولار في ظل الظروف هذه الراهنة، وإحنا طبعاً أبناء الريف، أبناء القرية، سكن ولا معيشة، وارتفاع الأسعار، وكمان الجامعات الخاصة ترفع علينا الأسعار، يعني تسبب مشكلة كبيرة، احتمال نضطر إن إحنا طلاب نخرج من الجامعة ونتجه اتجاهات أخرى، احتمال غير قانونية، أو احتمال ندخل تنظيم قاعدة أو كذا حاجات غير قانونية. في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها محافظة تعز واليمن بشكل عام، وجدنا من بعض الجامعات الخاصة بارتفاع سعر الدولار لما يقارب 400,000 على $1,000 الواحد، ولذلك نناشد وزير التعليم العالي والتدريب المهني خالد الغصابي بالحلول السريعة للطلاب التي ترفعه بالقرارات التعسفية التي تطلقه الجامعات الخاصة في محافظة تعز بارتفاع سعر الدولار، ما يؤدي وما يجعل الطالب يتجه مسارات غير صحيحة، بمسارات تبعده عن التعليم، في ظل الوضع الذي كنا ننشده من وزارة التعليم العالي بالنظر إلى القرار، ويكون أول أولوياتها هو النظر إلى القرار التعسفي التي فعله رؤساء الجامعات وليست وزارة التعليم العالي. نناشد كل من له صلة برفع القرار والقرار التعسفي هذا بأن يعملوا الحلول السريعة. نحن كطلاب أصحاب دخل محدود لا نستطيع أن ندفع سعر الدولار إلى سعر 400، فما بالنا حينما في سعر 300، فما بالنا لما يرتفع إلى سعر 400، سيوقف عن التعليم فئة كبيرة من الطلاب ومن الشباب في ظل الأوضاع المعيشية، في ظل الحروب، في ظل كل ما تعانيها اليمن من مشاكل وأزمات اقتصادية. هذا ما يجعل الطالب أنه ينحرف عن مسار التعليم، يترك التعليم، بحيث كنا نأمل من الجامعات الخاصة أن تشجع الطلاب، تشجع الناس على التعليم، تشجع القبول، تشجع كل شيء عن شان التعليم، لكن وجدنا شيء مغاير جدا عن ما هو في الواقع.
إذن الحرب طالت حتى التعليم في الجامعات الخاصة، كما طالت التعليم في الجامعات الحكومية التابعة للدولة. أول الاتصالات معنا اليوم هو بشار المخشابي من تعز. مساء الخير بشار. مساء النور أستاذ الكريم. بالنسبة لهذا الموضوع بشار، أين الصعوبة التي واجهتها؟ تفضل. نعم أخي الكريم، نحن اليوم نتحدث عن رسوم الجامعات الخاصة التي أصبحت، اسمح لي بهذه الكلمة، تتاجر بالتعليم وتتخذ منه وسيلة لجمع الأموال. ما تروه اليوم في الجامعات الخاصة هي تجارة بالتعليم، قرارات تعود على الجامعات بالأرباح على حساب طلابهم في ظل غياب تام لوزارة التعليم العالي. أجزم بأن مثل هذه القرارات هي قرارات تجارية لا تمت بصلة للقرارات الأكاديمية. أخي الكريم، أصبح التعليم الجامعي بالنسبة للطلاب لمن استطاع إليه سبيلا. لم تراعي الجامعات الظروف التي يمر بها طلابها، لا سيما في الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. دخل محدود وتأخير صرف المرتبات وانقطاعها يشكل عائقا أمام الطلاب وأسرهم، مما يحول دون سداد رسومهم بل وعدم التحاقهم بالدراسة الجامعية أساسا. الجامعات تشترط دفع الرسوم قبل الامتحانات، ما لم فالطلاب يحرمون من دخول الامتحانات. قرارات الجامعات أخي الكريم برفع الرسوم إلى 400,000 ريال مقابل 1,000 دولار يزيد من الصعوبات والعوائق التي تواجه الطلاب ويحول دون استكمال دراستهم. أخي الكريم، أنا أجزم أن هناك طلاب سيتوقفون عن الدراسة وسيتركوها جانبا في حال استمرت الجامعات بهذه المنهجية التي لا تعير ظروف طلابها أي اهتمام. ولك أخي الكريم والأستاذ المشاهدين الحكم على الأثر الناتج الذي سيخلفه عزوف الطلاب عن الجامعات. جميل بشار، هذه المشكلة. بالمناسبة قام طلاب جامعات العطاء بالإضراب الشامل عن الدراسة بسبب قراراتها المتناقضة، والتي كانت في بداية العام الدراسي رافضة لرفع أسعار الرسوم، بينما تفاجأ طلابها بقرارها المفاجئ في الوقت الذي رفضته كعملية ترويجية في بداية السنة الدراسية. هذا الأمر بشار طال معظم الجامعات الخاصة، حتى في صنعاء وفي تسمعني بشار. نعم يعني هذا الأمر حتى طال جميع أو أغلب الجامعات الخاصة، والبعض استغلها كمالكين لهذه الجامعات. ولكن السؤال هنا، منذ متى بدأ ارتفاع هذه الرسوم؟ أم أن هذه الجامعات منذ نشأتها يعني أصبحت يعني تضع سقفا لهذه الرسوم قبل أن تفتتح جامعاتها؟ أم أن هناك أسباب أخرى وتوقيت محدد ارتفعت معه الرسوم؟ أستاذي الكريم، بالنسبة لارتفاع الرسوم الدراسية هو بداية من شهر 6 أعتقد، لأن بدينا مع الجامعات برسوم تفاجأنا بارتفاعها مؤخرا. بدينا بالدراسة بصرف الدولار يقابله مقابل 1,000 دولار يقابله 300,000 يمني فقط، بينما الآن نتفاجأ بالارتفاع وهذا الاستغلال الذي تستغله الجامعات لطلابها. إذن أستاذ الكريم، رغم كنا قد قمنا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأشهر الماضية، وكذلك أطلقنا مناشدات والتي أكررها من على هذا الصرح الإعلامي لدولة رئيس الوزراء معين عبد الملك ووزارة التعليم العالي ممثلة بالأخ الأستاذ خالد الأصابي، وكذلك محافظ المحافظة نبيل شمسان واللجان الرقابية بإعادة النظر إلى مثل هذه المشكلة التي تؤرق الطلاب وأن يعملوا على حلها. طلاب الجامعات هم مستقبل هذا الوطن وهم القادة القادمون، فلا يعملوا على تضبيط أحلامهم وأهدافهم. نعم، إذن كانت هذه رسالتك يعني بشار المخشابي من تعز، شكرا جزيلا لك. الآن معنا صلاح الواسعي من تعز أيضا. مرحبا صلاح. اهلا وسهلا بك اخي الكريم واهلا بكل متابعي قناه بلقيس. صلاح، ان كنت ملم بالموضوع بشكل كبير، كم اصبحت نسبه الجامعات الخاصه مقارنه بالجامعات الحكوميه مثلا في تعز وانت هناك تسكن؟ طبعا انا اتحدث عن مشكله يعني مشكله التعليم في الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه. طبعا اللي حاصل انه تحدد الجامعات الخاصه رسومها بالدولار،
الامريكي، وبنفس الوقت تسمح للطلاب بتسديد الرسوم بالريال اليمني، لكن وفق سعر صرف تحدده إدارة الجامعات، ويعجز غالبية الطلاب عن تسديد هذا المبلغ. يعني حتى نستوضح صلاح، بالنسبة لسعر صرف الدولار داخل الجامعات مغاير لسعر صرف الدولار في السوق؟ نعم في سعر الصرف في الجامعات الخاصة. دعني أوضح، في عام 2014 حدد البنك المركزي في صنعاء سعر الدولار في الجامعات 250 ريال يمني، وتم العمل بهذا القرار حتى عام 2017، لكن بعد انتقال البنك المركزي إلى عدن تم تحرر سعر الدولار، ولم يعد سعر صرف الدولار بالنسبة للجامعات ثابت، والآن يتراوح سعر صرف الدولار في داخل الجامعة إلى 500، حضرموت 500، في عدن 500، في تعز 400. طبعاً الجامعة ترتكب هي مخالفة قانونية، لأنه القانون اليمني الخاص في الجامعات ينص على أن التعليم حق للمواطن، سواء من المرحلة الأساسية أو المرحلة بعد تخرجهم من الجامعة. كذلك القانون الجامعي موحد لشؤون الطلاب في الجامعات الثانية الصادر في عام 2003، أي نص على مجانية التعليم. نعم. وهناك من الطلاب اليوم في الجامعات الخاصة، أما الجامعات الحكومية برضو يدفعوا رسوم، وهذه مخالفة قانونية أود أن أوضحها. طبعا من تدني جودة التعليم في معظم الجامعات الأهلية وافتقار هذه الجامعات لشروط التعليم الجيد وشروط التعليم المنافس، إلا أنها بنفس الوقت لا تتساهل الرسوم أخيرها. نعم. بالنسبة للطلاب، ولكن صلاح، ألا تلمسون من هذه الجامعات تعاون مع بعض الحالات أو بعض الطلاب الذين لا يملكون دخل أو يعني مقابل هذه الرسوم؟ هل هناك تعاون أم أن التعامل موحد مع الجميع ولا يوجد أي نظرة إنسانية لمن لا يملك المال؟ لا يوجد أي تعاون سيدي، هنا لا يوجد أي تعاون. أنا أعتقد أنه هناك في شبه عمل نقابي بين الجامعات في اتحاد أو في مجلس جامعات، يعني يمكن بينهم على انه يعني نكون الكلمه واحده، يعني اشتراكي بمعنى اخر. فعن بالنسبه للوضع الامم المتحده اشارت الى ان هناك ما يقارب 20% من طلبه الجامعات في اليمن باتوا غير الحضور الى قاعات الدراسه بسبب ايش؟ بسبب الوضع الاقتصادي، وكذلك بسبب عدم صرف مرتبات الموظفين وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 80%، نسبة الفقر إلى 80% بتقارير صدرت سابقا عن صندوق النقد الدولي. إذن صلاح، كل هذه صلاح هناك سفرات وتكالبت على الطالب، وجد الطالب. نعم، هناك كما يتحدث الجميع، هناك جامعات خاصة كثيرة فتحت في الآونة الأخيرة، وهناك أيضا طلاب كثر سجلوا في هذه الجامعات. كيف يدفعون رسوم هذه الجامعات، الرسوم هذه الباهظة؟ من أين لهم المال حتى يدفعوا؟ وهناك طلاب كثر التحقوا بهذه الجامعات، كيف يمكن أن يتدبر هذا الطالب يعني رسوم الدراسة في ظل أيضا انقطاع رواتب وانخفاض مستوى دخل لدى الجميع؟ طبعا بالنسبة لكل طالب له مصاريف الخاصة، لكن في تعز خاصة، إذا تحدثنا عن تعز بظرف خاص، هناك طالب يكافح من أجل التعليم، يعني طالب يمكن أن يؤثر تعليمه على قوت يومه، يعني ممكن أنه يعيش على الكفاف من أجل أنه يتعلم، وبالتالي يجد وتحدث مثل هذه الكلام. طبعا كنت أود أن أتحدث عن نقاط أخرى، إنه من المؤسف إن الجامعات الخاصة في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين يعني تم تثبيت سعر الصرف في المناطق الجامعات التي تحت سيطرة الحوثيين 250 ريال بالنسبة للدولار الواحد، فيما تعجز حكومة عبد الرب منصور هادي الحكومة الشرعية عن تحقيق ذلك.
أشكرك صلاح. صرف الدولار متذبذبا وخاضعا لتقدير كل مؤسسات علمية، يعني هي تقدرها بمثال تشديد. أشكرك صلاح. طبعا في فترة سابقة كانت الجامعات كانت في فترة يعني خلال الأشهر اللي مضت كانت ترفض خفض سعر الدولار لأسباب كثيرة، منها أنه السعر كان سعر الدولار وصل إلى 600، وكذلك بسبب مقاعد مش قادرة تحصل على الدولار، وأرضا يعني تكاليف. أشكرك صلاح. لكن الآن لم يعد حتى نتيح الوقت للبقية. نعم صلاح الواسعي من تعز، شكرا جزيلا لك. والآن معنا أيضا من تعز سكينة محمد. مرحبا سكينة، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. إذن الرسوم مرتفعة في الجامعات الخاصة كما يتحدث الجميع، وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الموضوع، كيف هي المناهج وطرق التعليم ومستوى التعليم داخل هذه الجامعات؟ طبعا بطبيعة الحال الكل يعرف ويدرك أن الجامعات الخاصة تحولت إلى دكاكين للبيع والشراء، يعني جامعات ظهرت من سنة أو من سنتين، حتى في فترة الحرب ظهرت جامعات كثيرة، حتى الطلاب يسجلوا فيها لا يدركون أصلاً أنها مرخصة، أنها شهادتها يعني تقبل في الأسواق العامة، لا حد يدرك، يعني تفتح الجامعة في مبنى أحياناً حتى من طابق واحد، يعني لا قاعات لا دكاترة، حتى من يدرس في الجامعات هذه أو في الكليات حملت بكالوريوس وأحيانا ماجستير، يعني في بعض الجامعات يوجد دكتور واحد بس يكون العميد، وكل طاقم التدريس لا يملكون شهادات عليا. عجيب. لا تدريب، يفتحوا يعني أو بداية فتحة يعني بداية أول ما يبدأوا يفتحوا الكلية على طول تخصصات الطب وصيدلة وغيره وغيره، وهذا ذات إلزامي التطبيق فيها، يعني نعم. مش نظرية. إذا أنت تلاقي الطلاب يعني الطلاب أنت سكينة تقولي أن هناك رسوم مرتفعة وتعليم رديء وقد لا تكون الشهادات معتمدة، إذا ما الذي يدفع هؤلاء الطلاب للتسجيل في هذه الجامعات؟ طبعا لو جينا نتكلم يعني لو فتحنا موضوع المنهجية، الطلاب في ثالث ثانوي يتخرجون بأعداد كبيرة، الجامعات الحكومية يعني من فترة طويلة من فترة 10 سنوات إلى الآن مثلا لم ترفع نسبة القبول، في يعني يتخرج طلاب بالعدد الكم الكبير الهائل من الثانوية العامة مثلا في سنة معينة، لا ترفع الحكومة يعني الجامعات الحكومية لا ترفع نسبة القبول، نسبة الطلاب قليل، لا يعني لا تخفض نسبة القبول، القبول في الجامعات الحكومية، يعني لا توجد منهجية يعني لتخرج الطلاب، يتخرج الطلاب هذه السنة المفروض الجامعات الحكومية يعني تأخذ عدد الخريجين، النسب الثانوية العامة توزع الطلاب مثلا على كليات القمة، الكليات التطبيقية، كليات غيرها، المنهجية منعدمة في اليمن، عشوائية القبول في الجامعات الحكومية، اتهام الناس الجامعات الحكومية طريقة القبول، فيضطر الطالب انه الجامعة يعني الجامعات الخاصة في وجهي ويبحثوا عن الاقل سعرا، والاقل سعرا التردي تعليما. نعم ولكن يعني ولكن ولكن هناك في الجامعات سكينة، في الجامعات الحكومية هناك قسم موازي وهو مضمون القبول، و قد تكون الرسوم يعني مقاربة لرسوم الجامعات الحكومية، لماذا لا يتجه هؤلاء الذين يسجلون في جامعات مبتدئة وقد تكون مجهولة وليست معتمدة، يعني شهادات غير معتمدة، لماذا لا يسجلون في الموازي في الجامعات الحكومية بدلا من هذه الجامعات؟ أيضا الموازي نسبة منخفضة، نسبة القبول بسبب قلة الكادر التعليمي في الجامعات الحكومية، بسبب عدد كمان عدد القاعات، حتى يعني الموازي يأخذون نصف العام المقبول، يضطر الطالب أنه ما دخل جامعة حكومية يتجه إلى أي جامعة خاصة، يعني الآن المشكلة الأساسية في نظام القبول في الجامعات الحكومية، هو من دفع الطلاب إلى الجامعات الخاصة من يعني قبل ظهور الجامعات الخاصة وقبل انتشارها بهذا الشكل الكبير، كان الناس
الجامعات الخاصة ويتنوع تتنوع حتى التخصصات. الآن في تخصصات في جامعة صنعاء وفي جامعة تعز أغلقت لأنه لعدم ارتياد الطلاب، كل الطلاب يتجهون للجامعات التطبيقية، الكليات التطبيقية يعني، فجميعهم يذهبون للجامعات الخاصة، حتى القبول في الجامعات الخاصة بمعدلات منخفضة، من يدفع أكثر يدخل التخصص الذي يريد، يعني أصبحت نوعية التعليم متردة ونوعية التخرج حتى متردة، حتى من يشتغلون ومن يخرجون لسوق العمل غير مؤهلين إطلاقا. وصلت الفكرة سكينة، أشكرك سكينة محمد، كنت معنا من تعز. ومن تعز أيضا تطغى الاتصالات اليوم، أو تطغى تعز على الاتصالات اليوم معنا، ليث المروني. مرحبا ليث. مرحبا. هل تتوقع أن هناك جهة معينة أو طريقة يعني مفتعلة لعرقلة الجامعات الحكومية حتى تشتغل هذه الجامعات الخاصة الجديدة وتحصد أموالا من وراء هذه التضييق على هذه الجامعات الحكومية؟ ما يحصل هو يعني عمليات إهمال ممنهج للتعليم العام سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الجامعات الحكومية، فهذا ما يضطرنا إلى يعني الذهاب إلى الجامعات الخاصة والتي يعني ترفع علينا الرسوم ولا تراعي ظروف الطلاب ولا ظروف الحرب ولا ظروف البلد. بينما في الجامعات يعني الحكومية لا يوجد معامل ولا يوجد اهتمام بالتعليم، هناك من سلعة هذا الملف ولكن لا نستطيع أن نتهم جهة معينة. نعم، لكن ليث الملاحظ والمواطن العادي يلاحظ أن هذه الجامعات الخاصة انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، هل من سبب لهذا الشيء أنها انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير؟ مع أن معظم الناس في ضائقة مالية ولا توجد مرتبات ولا توجد يعني حتى مستوى الدخل أصبح منخفض، من أين هذه الأموال لهؤلاء الذين يفتحون هذه الجامعات الجديدة؟ لا نعلم من أين يأتي الدعم لهذه الجامعات التي تفتح كل يوم، ولكن في الفترة الأخيرة حقيقة تعرض التعليم العام لعملية تدمير ممنهج بعد الصعد الثالث، لا يثق أن يذهب إلى جامعة حكومية أو أن يذهب إلى مدرسة حكومية، وأصبح حتى ولي الأمر لا يثق أن يرسل ابنه إلى واحدة من مراكز التعليم العام. ولكن أحياناً قد يدرس هذا الطالب ويدفع مبالغ مالية باهظة في هذه الجامعات الخاصة وفي الأخير يتفاجأ أن هذه الشهادة ليست معتمدة، إذن كيف سمحت وزارة التعليم العالي لهذه الجامعة بافتتاح هذا المبنى وممارسة مهنة التعليم بسنوات طويلة قد تمتد لأربع سنوات حتى يتخرج هذا الطالب منذ البداية دون رقابة، وفي الأخير يكتشف هذا الطالب أن أمواله ذهبت سدى؟ هذا عيد على وزارة التعليم العالي التي تمنح تراخيص للجامعات، ثم في الأخير يعني يعرف الطالب أنه لا يوجد أي ترخيص لهذه الجامعات وليست معتمدة. هذا عيد على وزارة التعليم العالي، أما نحن كطلاب فنحن نبحث بالغالب نبحث عن أي مكان يعني أفضل من الجامعات الحكومية المتوفرة. ما السبب؟ يعني السبب المعاملة التعنيفية التي يطلقها الطلاب من الدكاترة في الجامعات، المعاملة وكأنه يعني أنت لما تدرس في جامعة حكومية يعني يعاملك وكأنك عبد، يعني أنت بلاش يعني مشروع الذي يشتي عليك ولا لك أي أهمية ولا كأنك مواطن ولا كأنك طالب. نعم، عندما تذهبون يعني ليس وأيضا في الجامعات الحكومية لا يوجد معامل يعني ممتازة، حتى في الجامعات الخاصة المعامل يعني نقدر نقول لا بأس بها ولكن أفضل من الجامعات لا تربي نفع، حتى في الجامعات الخاصة المعامل والتجهيزات ولكن أفضل من الجامعات الحكومية، هذا ما يجعلنا الجاهزة. عندما تتحدثون مع إدارة هذه الجامعات وتذكرون أن الأسعار تراجعت وعادت إلى مستواها السابق بعد يعني تحسن سعر صرف الريال، ما الذي يردون عليكم؟ بماذا يردون عليكم؟ لماذا لا تنخفض هذه الأسعار؟ عندما تحدثنا بهذا الجانب قالوا دعوا الأمور تستقر و
يعني كلام انه انتظر تستقر الولايه واستقر الدولار. يعني جيشنا. نعم. إذن أشكرك ليث المروني، كنت معنا من تعز. نعم، إذن الآن لدينا تعليقات جمعناها من على منصة فيسبوك، وكانت تعليقات لمنشور نشر يتعلق بموضوع هذا أو هذه الحلقة من برنامج المنصة، وجمعنا بعض هذه التعليقات نشاهدها هنا ونقرأها عليكم. بداية مع محمد علي الحويسك يقول: من الغلط تسمية هذه المسالخ بالجامعات، فلا مراعاة لظروف الطالب ولا تعليم جامع منه أي فائدة، والرسوم المكلفة سنويا باسم الأنشطة تؤخذ قسرا على الجميع، وأيضا لا يرحم الطالب سواء أكانوا في القسم العام أم القسم الموازي. يقول محمد. تعليق آخر معنا محمد المقطري يقول: المفروض أن وزارة التعليم العالي لا تمنح تراخيص للدكاكين المسماة جامعات إلا بعد إلزامهم بشروط، ومن هذه الشروط أن يتم اعتماد سعر منخفض للدولار، ويليت لو يكون السعر موحد علشان التنافس يكون بجودة التعليم، ومن يقدم أفضل بدل من يكون التنافس بالأسعار بين الدكاكين. المقطري يقول. تعليق آخر لعبد الله فيصل: أصبح يخاف الطالب الالتحاق بالجامعة ليس لأنه أو لأن دخله محدود أمام رسوم مرتفعة ومكلفة، بل لأن لا مصدر دخل له أبدا، وكونه لا يزال طالبا توضح حقيقة أن من لا يستطيع أو من يستطيع توفيره مع مساعدة الأسرة في ظل احتياجات ومتطلبات كثيرة تلزمها صعب جدا، لا سيما الآن المرحلة الأصعب والسيئة في حياة الأفراد والأسرة اليمنية ككل. تعليق آخر أيضا نقرأه هنا في هذه الشاشة: بسبب رفع الرسوم يقول يوسف شمسان الدهش: بسبب رفع الرسوم في الجامعة وقفت قيد هذه السنة لعدم القدرة على دفع الرسوم، وهذه معاناة أيضا ضمن المعاناة التي سمعناها في مقاطع التي وصلت عبر الواتساب في بداية هذه الحلقة. أيضا أبو أنس السالمي يقول: أنا أحد الذين لم يستطيعوا إكمال الدراسة بسبب التكاليف والوضع المعيشي الصعب، لك أن تتخيل إن لم أعمل لن أجد مصاريفي الخاصة، لم أستطع البتة أن أوازن بين الدراسة وإعالة نفسي وأهلي، والله ما ندمت على شيء مثل ندمي على الجامعة، الله المستعان هو حسبنا. إذن كانت هذه تعليقات جمعناها من على الفيسبوك، وكانت هناك تعليقات أيضا كثيرة وهذه أبرز التعليقات. هناك أيضا اتصالات ونتمنى أن نسمع من الجميع ما الذي يجري في اليمن بخصوص هذه الجامعات الخاصة، وقد ارتفعت الأصوات على منصة فيسبوك وبعض المنصات الأخرى. هناك معنا اتصال من فاطمة مروان من تعز. مرحبا فاطمة. إذن انقطع الاتصال بفاطمة وسنعاود الاتصال بفاطمة وبقية المتصلين معنا في هذه الحلقة. هناك مشكلة حقيقية تعتري التعليم في اليمن منذ فترة طويلة، حتى منذ قبل الحرب، وهي مشكلة طويلة يصعب شرح تفاصيلها وأيضا أسبابها، لأن هناك أسباب كثيرة اجتمعت وكونت هذه المشكلة التي جيل بعد جيل يعاني منها كثيرا، وقد زادت هذه المشكلة مع ظروف الحرب والمعاناة التي طالت خلال الست السنوات الأخيرة، مع تردي الوضع الاقتصادي خصوصا وتراجع صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وهذا قد نراه حاليا في الواقع، وقد استغل مالكو هذه الجامعات الخاصة هذا الظرف الخاص بالنسبة لليمن. معنا الآن فاطمة، أعادت معنا فاطمة مروان من تعز. مرحبا فاطمة. أهلا وسهلا. بالنسبة فاطمة
أهلا، بالنسبة لمن يسجلون في هذه الجامعات الخاصة، ألا يخافون من عدم اعتماد هذه الشهادات فيما بعد؟ يعني عندما يسجل في هذه الجامعات كيف يضمن أن هذه الشهادة مقبولة بعد أن ينهي الدراسة وأن يدفع مبالغ طائلة؟ نحن لا نعلم يا أخي، نحن كأننا في معركة، وأنت تعلم الوضع والبلاد، كما نعلم أن القبول في الجامعات الحكومية صار كذلك صعبا جدا، وصارت يعني بالنسبة ضئيلة جدا لمن يتقدمون في للقبول، فلذلك نحن نريد الجامعات الخاصة، ولكن نرى أن هناك استغلال يعني للوضع اللي نعيشه داخل محافظة سعيد، هناك استغلال كبير للطلاب، فيعني المفروض انه يكون هناك تعاون يعني معنا كطلاب والوزاره في تعاون معنا وكذا، بس احنا شفنا هناك استغلال للوضع الراهن يعني حاليا. نعم، ونحن شهائدهم طبعا يعني نسمع كثير ان شهائدنا ستكون ضعيفه واننا، ولكن نحن نريد ان نتعلم، سنقول ان يعني سبيل العمل هو من سيحكمنا. نعم، ونحن نتابع يعني ونرصد الاسعار التي يعني تحددها هذه الجامعات ونقارنها بجامعات أخرى دولية ومعتمدة في دول أخرى، قد تكاد هذه الرسوم تكون متقاربة جدا وقد تكون داخل اليمن أعلى بكثير من خارجها، ولكن السؤال هنا لماذا لا يسأل الطالب عند التسجيل هل هذه الجامعة مرخصة؟ أريد أن أرى هذا الترخيص، أريد أن أرى اعتماد وزارة التعليم العالي، أليس هذا من حق هذا الطالب الذي يدفع الرسوم ويأتمن هذه الجامعة على مستقبله؟ نعم نعم، ولكنهم أرون ترخيص من الوزارة، يعني على أساس أنها يعني جامعة معتمدة وعندهم ترخيص من الوزارة وشهائد فنحن يعني عندما دخلنا شافنا يعني لاحظنا هم قالوا لنا أنها معتمدة، وشفنا معهم يعني شهائد وثائق أنه يعني شهادتهم بتكون معتمدة من الوزارة. نعم، إذن في ظل كل هذا وبعد أن يتفاجأ الطالب بعدم اعتماد هذه الجامعة وهذه الشهادة، أين الدور الطلابي؟ أين الحراك الطلابي الذي غير دولا في الفترة الماضية؟ هل لا يستطيع أم أن هناك معوقات أخرى تمنع هؤلاء الطلاب من إقامة حراك يغير هذا الواقع؟ يا أخي الأصح أن نقول أين الوزارة، يعني احنا من قدمنا وهكذا يعني ورأينا الشهائد انه يعني شهاده معتمده وكذا، فيعني بعدين نقوم بواقع العمل، اتوقع انه يعني المفروض يكون هناك دور للوزاره، يعني دور كبير، لان الطالب يعني في ظل الوضع بحاجه يعني مساندة الوزاره كمان، فالاصح يعني انه نبدي على مجرد يعني مره نسجل في الجامعات الخاصه، يعني هم معهم ترخيص للوزاره، يعني فعلى اي اساس احصلوا على هذا الترخيص؟ نعم، إذن في ظل غياب دور الوزارة، ألا يجدر بهؤلاء الطلاب أن يضغطوا على الوزارة أو حتى يتواصلوا مع هذه الوزارة بشكل جماعي أو بشكل اتحاد معين حتى يحصل تغيير في هذا الواقع، تتحسن المناهج وجودة التعليم وأيضا تنخفض الرسوم من على عاتق هذا المواطن؟ نعم نعم، فنحن نلاحظ يعني هناك عدد من الجامعات، جامعات العلوم هنا في بل وضع سعيد رفع الدولار إلى 400، بينما جامعة العلوم في الحوضان وفي محافظة صنعاء 250، فيعني نذكر جامعة فقط حكم نحن الوضع، يعني المفروض هنا يعني مناطق محررة والتعليم يعني نريد أن نرقى بجودة التعليم كوننا يعني تحررنا وكذا، بس نحن نلاحظ أن العكس، يعني عندنا صار استغلال كبير. يعني أشكرك فاطمة مروان، كنت معنا من تعز، ومن تعز أيضا نايف الوجي، مرحبا نايف. نايف، وأنت متابع للوضع، كيف يمكن أن تصف الواقع الذي تمر به الجامعات الخاصة في اليمن والتعليم بشكل عام؟ أولا أود أن أوجه بالظروف الصعبة التي يمر بها الطالب، الجميع يعلم مدى قصة ووجع هذه الحرب، لكن الطالب الجامعي وخصوصا في محافظة صعيد أخذ قسما أكبر من هذا الوجع، فبكونه طالب جامعي يعني أن عليه أن يقلص عدد الوجبات إلى وجبة واحدة ولا تزيد هذه الوجبة أرز،
أو أن يصوب طيلة أيام الدراسة، أن يكون طالبا يعني أن عليه أن يشرب الماء المالح لانتظار يوم يقوم عليه الاغتسال، عليه أن يفترش الصندوقة المتهالكة أو أن يسكن أمام المبنى مهدوما ومحظورا إن لم يجد تحقيق المبنى المحيط. يعيش الطالب الجامعي صراعا تام مع الأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد، وحتى وهذا هو موضوعنا اليوم. هذا الأمر قد يعود بالأمر السلبي ناحية الصحة النفسية والعقلية لدى الطالب. كثير من الطلاب غادروا الجامعات بصحيح العبارة، توقفوا عن الدراسة وذهب البعض منهم إلى الجبهات أو الحدود، والبعض الآخر يبحث عن عمل يستطيع الادخار من العمل ما يمكنه ادخاره ومواصلة تعلمه في وقت آخر لو أمكن. نعم، إذا نايف برأيك من المسؤول؟ من المسؤول عن هذا الواقع المرير الذي يمر به التعليم؟ الحرب أخذت والأوضاع التي تمر بها البلاد هي التي أودت إلى كل هذا. طلاب الجامعة يمرون بأسوأ الظروف على الإطلاق، وقد أنهكتهم هذه الظروف المتكالبة عليهم. طلاب الجامعات يعيشون حصارات عديدة، سواء كانت خارجية أو حصارات داخلية من قبل الجامعات أنفسها. تم رفع سعر الدولار إلى الضعف تقريبا، مما أدى إلى تفاقم الظروف الصعبة على الطالب، رغم أنه كان يجب على الجامعات مثل هذه الظروف أن تتساهل أكثر مع الطالب، لا أن يكون هناك حصارا آخر فوق الحصارات التي تعاني منها تعد بوضع خصوص. أيضا التجاهل من قبل السلطات أو من قبل المحافظ أو من قبل وزير التعليم العالي أو من قبل رئيس الحكومة الممثلة بالدكتور الدكتور معين عبد الملك، كلهم مسؤولين عن هذه الظروف التي تمر بها البلاد، التي تمر بها الطالب اليمني. استغلت الجامعات أيضا هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد مستفيدة من غياب الرقابة، وعملت على استغلال الطالب ورفع سعر الدولار. نعم، ولكن التعليم في اليمن نايف قد خرج من التصنيف العالمي كما ورد في بعض التقارير، أليس هذا يدعو لخفض الأسعار في هذه الجامعات ولأنه قد يقل الطلب والإقبال على التعليم في اليمن؟ نعم يا عزيزي، نحن التعليم أن نغمرهم غمر، لا أن نغمرهم بالظروف الصعبة أكثر وأكثر. لهذا على الجامعات أن تتساهل، أن تتنازل، أن تساعد الطلاب، لا أن تغمرهم برفع سعر الدولار أكثر فوق غربهم. نحن بهذا الأمر نحن نكون قد حاربنا الطالب لا أن دعمناه. نحن بهذه الطريقة نحارب الطلاب وخصوصا برفع الأسعار. أيضا التعليم في اليمن ليس مقتصرا على تعليم الجامعات، حتى التعليم في المدارس هو عبارة عن تعليم هش، وليس هناك نظرة حقيقية من قبل الجهات المختصة والمراقبة على المدارس. نعم، أشكرك. الثانوية أو المدارس الأساسية. وأيضا أرجو من رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك ووزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي وأيضا المحافظة سعد نبيل شمتان أن يلتفتوا التفاتة جادة إلى هذه المسائل المهمة، والتي قد تنعكس سلبيا على عقلية الطالب ثم على الوطن برمته. فبأي دولة لا تقوم إلا بالتعليم؟ نرجو أن تصل رسالتك ورسالتك ورسالة من قبلك نايف الوجيه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تعز. الآن معنا اتصال أخير من عادل الجرادي من تعز أيضا، مرحبا بك عادل. اهلا ومرحبا ومساكم الله بالخير. اهلا بك، مساء الخير. عادل، هل تتوقع بعد ان تغيرت الحكومه واصبح هناك وزير للتعليم العالي جديد، وهل سيتغير الواقع ويبدا ضبط هذه الجامعات الخاصه التي اصبحت كالدكاكين كما تصفون؟ نعم اخي العزيز اخي الفاضل، أن نتوقع أفضل. نحن مؤملين في وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، مؤملين فيه كثير في إنهاء هذه المهزلة العشوائية الذي تحصل في الجامعات الخاصة من غير أي مسببات، من غير يعني من ظلم وجور تجاه الطلاب. يعني أفضل الآن ينظرون إلينا كطلاب كأننا يعني سلاح، كأننا يجرون من تحتنا المال، كأننا الآن تجارة،
نرجو منهم كثير ومؤمنين بهم كثير أن يعملون على استقرار الدولار كما كان، أن يعود سعر الصرف للدولار الجلاسي كما كان قبله من 250 ريال. نتمنى منهم كل خير ومؤمنين بهم الكثير والكثير والكثير وبقيادة الدكتور خالد الوصار. نعم، ولكن أليس هذا الأمل يحتاج من الطلاب ومنكم أيضا أنتم وأنتم طلاب، يحتاج حراك داخل هذه الجامعات وداخل هذه المجتمعات حتى يكون هناك ضغط على الوزارة وعلى الحكومة وعلى هذه الجامعات ليتغير هذا الواقع؟ نعم هو يحتاج مننا إلى ضغط وإلى أن نصل رسالتنا إلى وزارة التعليم العالي، فيحتاج مننا إحنا إلى ضغط وإلى تكاتف وإلى موقف صريح من الطلاب، من جميع طلاب الجامعات الخاصة المتضررين في هذا القرار. فهناك إذا لم يحصل هناك ضغط فهذا أكيد أن تكون يعني الوزارة عندها علم، عندها قرار مسبق، يعني مستحيل أن تكون الوزارة لم تعلم بربع الرسوم في الجامعات الخاصة. أكيد هناك لها علم، لها قرارات مشربة بتكون مع قادم الأيام، مؤمنين بهم خير كما أخبرتك سابقا، لكن الواقع الآن يقول لنا عكس ذلك تماما. سؤال أخير عادل، من المستفيد من هذا الواقع الذي يمر به التعليم في اليمن وخصوصا الجامعات الخاصة؟ طبعا يا عزيزي المستفيد من هذا هو أصحاب الجامعات الخاصة الذي قلبوا جامعاتهم كتجارة وكفدعة، المستفيدين هم رم بالأول والأخير والأساسي، يعني الآن بيظل انتشار الجامعات الخاصة الكثيرة وفي ظل استغلال الأوجاع الطلاب، لظل استغلال الأوجاع والأوضاع هذه التي تحدث الآن في اليمن من وضع اقتصادي رديء جدا جدا جدا. أشكرك عادل الجرادي من تعز. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، ولكن في برنامج المنصة نحاول أن نجد الفرح في أي مكان في أي اتجاه في اليمن، ولكن المعاناة وهذه وما يحصل في اليمن يحاول أن يحجب كل ذلك. نتمنى أن نرى الخير والفرح في اليمن السعيد. أشكركم مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.